رضا سليم بعد وسام أبو علي، رضا بيدخل دائرة القلق. مبروك هانا جودة. تغيير ترتيب كهربا بالنسبة لمارسيل كولر في مباراة القمة. الاتحاد السعودي من بعد ثلاثية النادي الأهلي في كأس العالم للأندية مش شايف قدامه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. في البداية يا ريت كل الناس اللي بتشوفنا تعمل لايك، واللي بيتابعنا لأول مرة اشترك معنا بالقناة، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة الخاصة بالقناة. وقبل أي شيء دعواتكم لأهلنا في فلسطين، ربنا ينصرهم ويثبت أقدامهم ويمدهم بمدد من عنده وجنود من عنده، اللهم أمين يا رب العالمين. ربنا يطهر فلسطين بالكامل من دنس الصهاينة ويشفي جرح أخواننا في فلسطين ويتقبل شهدائهم بإذن رب العالمين. الاتحاد السعودي، اتحاد جدة السعودي بيخسر من نادي الهلال السعودي بهدفين مقابل لا شيء في بطولة دوري أبطال أسيا في مباراة الذهاب في دور ربع النهائي. أداء الهلال خلال أداء الاتحاد السعودي خلال الفترة الماضية متذبذب، حتى كمان في مشاكل وخلافات مدير الفني مع كريم بنزيمة. كريم بنزيمة أيضا يعني ملازم سوء حظ، بيضيع ضربات جزاء ويسجل أهداف في نفسه، لكن أعتقد كل الأموال اللي صرفت على الاتحاد أو على الناصر أو لا، هو القصة كلها قصة إدارة. وقبل الفلوس دي كلها ما تتصرف نادي الهلال وإدارة الهلال كانت في حتة تانية. يعني مبروك هانا جودة لاعبة النادي الأهلي. هانا جودة بتفوز بذهبية دورة الألعاب الأفريقية لتنس الطاولة. معجزة تنس الطاولة تواصل إبهارها وتبهر الجميع. رضا سليم لاعب النادي الأهلي بيدخل دائرة القلق وبيقلق جماهير النادي الأهلي أيضا، يعني بعد موضوع وسام أبو علي اللي بنسبة كبيرة ممكن ما يشاركش مباراة النادي الأهلي والزمالك بناء على توصيات من الجهاز الطبي علشان الإصابة لا تتفاقم مرة أخرى. والكلام ده احنا قلناه ونوهنا ليه في الفيديو السابق، كان اسمه موجود في القائمة الأولية، لكن التقرير مصادر من النادي الأهلي حتى هذه اللحظة رغم استبعاده من القائمة. يعني هننتظر لحد بكرة هنشوف هيسافر ولا مش هيسافر، يعني القائمة الرئيسية اللي هيعلنها مارسيل كولر، لكن المصادر والتقارير كلها بتتكلم عن انه بنسبة كبيرة مش هيبقى في قائمة الفريق وممكن ما يسافرش مع النادي الاهلي الى السعودية. يعني ما لعبش، يعني هم كانوا منتظرين امبارح غاب عن التدريبات، وكانوا منتظرين النهارده الثلاث الفحوصات، يعني موضوع ان نشوف الدنيا فيها ايه. وحتى كمان قالوا نستنى بعد ما نسافر الاربع او الخميس ونشوف حالة اللاعب، لكن التقارير من المصادر ومصادر من داخل النادي الاهلي بتأكد ان بنسبة 80% 85% وسام ابو علي بره هذه المباراة. وده هيخلينا نروح لموضوع كهربا، لكن قبل موضوع وترتيب كهربا بالنسبة لمارسيل كولر، لكن قبل ما نروح لترتيب كهربا بالنسبة لمارسيل كولر عايزين نتكلم عن رضا سليم. رضا سليم للأسف الشديد أيضا شعر ببعض الألام في العضلة الخلفية. مش عارف ايه موضوع العضلة الخلفية ده، يعني لعيبة كتير عضلة الضمة العضلة الخلفية، هل في مشكلة في الأحمال البدنية؟ المشكلة في التدريبات اللي بيحصل. ياسر إبراهيم عضلية، كريستو كان قبل كده عضلية، أحمد عبد القادر كان عضلية، كان رضا سليم دلوقتي عضلية، واللاعب وسام عضلية. في حاجة مش هل هي أحمال زيادة؟ المفروض أنت عندك بتعمل قياسات بدنية للعيبة بتاعتك وعارف الحالة البدنية بتاعتك، لكن الإصابة قدر. لكن زي ما قول حضراتكم رضا سليم خضع، كان لسه راجع من إصابة عملية كتف وكلام من ده كله، برضه كان بعد ما كان قرب يرجع جات له شد في العضلة فغاب شوية والكلام ده كله، لكن شارك في المباريتين اللي فاتوا أدى بشكل جيد يعني. لكن اللاعب خضع لأشعة وأثبتت الأشعة إن هو جاهز، وإن شاء الله هيكون موجود ومع بعثة النادي الأهلي في المملكة العربية السعودية. وهنقول لحضراتكم بعد قليل القائمة يعني شبه النهائية بعد خروج وسام وبعد خروج مصطفى مخلوف وبعد خروج كريم الدبيس. يعني بالنسبة لكهربا وترتيبه زي ما قلت لحضراتكم،
ده هيدي فرصة لغياب أسامة أبو علي، هيدي فرصة الكهرباء انه يظهر. وانا لو بايدي القلق تاني بعيدا عن التدريبات وبعيدا عن رؤية اللعيبة وحالتهم في التدريبات، لو بايدي، لو سألت اي واحد اهلاوي تحب مين يبدأ المباراة يقول لك كهرباء مش مودست. مودست بيعتمد على اللعب العرضيات الكرات الرأسية، والاهلي يعني بيلعب عرضيات قليلة وكمان مش مظبوطة قد كده يعني. حتى مودست يعني ممكن تجيله اتنين تلاتة يعمل تلبس في واحدة يعني. مودست لاعب مهاجم صندوق، صعب ان انت تلاقيه بيتحرك بره، ولما بيتحرك ويجي يستلم بيستلم وظهره للمرمى، عكس وسام، عكس كهربا. كهربا ممكن يستلم ويروح، لكن مودست علشان يستلم بظهره لسه محتاج وقت، ومع السن ومع قلبي يلف ويدور وبتاع ويعد نفسه كل الدنيا خرب. لكن ما علينا يعني، هي يعني رؤية فنية المدير الفني. وتاني بقول لك هو الأقدر، وأنا بحترم قرار مارسيل كولر. هي القصة مش قصة حب، وقصة مين اللي متعايش مع اللعيبة، مين اللي شايف حالة اللعيبة، مين اللي شايف الحالة البدنية، الحالة الذهنية، التركيز ايه. هو بكل تأكيد، وانا ضربت مثل بأكرم، مفيش حد فينا يقول ان أكرم مش احسن لعيب في ناحية اليمين او في وسط الملعب او لكن اتفاجئنا بنزوله في مباريتين اللي فاتوا لما لعب بيه في وسط الملعب، كانت اعتقد مباراة شباب بوليزداد، وكان بعدها مباراة مديوم هو بدأ، بس مباراة بلدية المحلة ورجعوا ناحية اليمين، مباريتين ما كانش أكرم. وكمان في مباراة مديوم نزله بسبب ظرف اضطراري، اصابه كريم نيدفيد، وكان نزل لاصابه ياسر ابراهيم، وكان نزل لما طلع كريم، كان نزل رامي ربيعه على حساب اكرم. يعني هو شاف ان رامي ربيعه المفروض بيلعب في خط الظهر، اكرم يعني رامي ربيعه لعبها كتير في وسط الملعب وفي خط الظهر، لكن شايف ان اكرم في السن ده رامي ربيعه افضل منه، فلما نزل احنا شفنا. فتاني هو الاقدر على رؤيه اللعيبه في التدريبات، وشاف مين الاجهز ومين الاصلح. لكن ان شاء الله اتمنى ان كهربا يشتغل على نفسه ويغير فكره مارسيل كولر، لان المباراه دي هتفرق معاه كتير جدا 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 من الناحيه المعنويه، وهتفرق كمان معاه قدام سواء مع كولر ومع النادي الاهلي او حتى في مسيرته كلاعب كره قدم يعني في الموسم المقبل. حتى لو مارسيل كولر شاف ان هو ترتيبه الثالث، ممكن عروض تجيله وربنا يعوضه الفلوس اللي راحت منه بقى ودفعها في نادي الزمالك. غيابات النادي الاهلي عن مباراة نادي الزمالك غيابات فنية وغيابات بسبب الاصابة، غيابات محمد الشناوي طبعا بسبب الاصابة، متولي فنية، وياسر ابراهيم اصابة، وسام اصابة، واحمد عبد القادر غيابات فنية، اليو ديانج اصابة، كريستو اصابة، كريم الدبيس ده غياب فني. القايمة كمان حمزة علاء، اسف مصطفى مخلوف ده غياب فني بعد ما كان في القائمة الاولية، دخل حمزة علاء في القائمة. القائمة شكل القائمة نسبة 90-99 مش رسمية يعني، ولها تقارير ومصادر من داخل النادي الاهلي. مصطفى شوبير ومحمود الزنفوري وحمزة علاء في خط الظهر، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، خالد عبد الفتاح، علي معلول، عمر كمال عبد الواحد، محمد هاني، كريم فؤاد، اكرم توفيق، مروان عطية، وعمر السلية، واحمد نبيل كوكا، وكريم ندفد، وامام عاشور، وقفشه، وحسين الشحات، طاهر محمد طاهر، ورضا سليم، وكهربا، وتاو، ومودست. دي قائمه النادي الاهلي اللي زي ما بقول لحضراتكم شبه نهائيه. شفنا دخول حمزه علاء مكان مصطفى مخلوف، دخول خالد عبد الفتاح مكان اللاعب كريم الدبيس، دخول كريم نيدفيد، وخروج وسام ابو علي. ان شاء الله باذن الله كل ده هنشوف هياخد وسام مع السعوديه ولا هيسيبه هنا. لو خده حالته اتحسنت ممكن يديله جزء، ولا زي ما هو ممكن ما يجازفش من الاساس عشان اصابه اللاعب لا تتفاقم. قولوا لي رايكم في حكم مباراه النادي الاهلي والزمالك اندرسون. اللاعب طبعا عارفين جسمه، ولكن هو مش حكم من الصفوه، ما حكمش كاس العالم، كل مباريات اقصى دور لعبه في بطولة كوبا ليبرتادوريس كان وصوله او لعبه في ادوار دور ربع النهائي يعني. فقولوا مقتنعين بالحكم، الاليم بالحكم، منتظر تعليقاتكم على هذا الامر يعني. ناس كتير بتتكلم عن بيرزي، هاني بيرزي عضو مجلس اداره نادي الزمالك، واتكلمنا وقلنا ان اللائحه الاسترشاديه للانديه بتقول ممنوع على اعضاء مجلس الاداره انهم يستغلوا النادي في عمل اي حملات اعلانيه تخصهم يعني. فجات لك بعض الردود كده يعني، يا عم هو ده الشركه المتحده اللي هي المسوق وهو متعاقد معاها، فهم تعاقدوا معاها نيابه.
طب ما هو ممثل نادي الزمالك، المسوق اللي هي الشركه المتحده اللي هي المسوق لرعايه الاهلي او الزمالك، هي بتمثل الاهلي او مش الزمالك، ما فرقتش كتير يعني. هي هو يعني هو بس انت غيرت لي الاسم بدل زمالك مسوق حصري. طب ما هو مكتوب ايه؟ وكيله ينوب عنه، برضه خطا. لكن الاخطاء دي متكرره في نادي الزمالك، حصلت قبل كده مع نفس العضو في فتره وجوده، اعتقد كان موجود في فتره اللجنه اللجان، برضه كان حط اعلان على ظهر نادي الزمالك في هذا التوقيت، ولا الوزاره دخل، لا ده الوزير حابب ان اي حد يدفع اي فلوس عشان يحل ازمه نادي الزمالك بطريقه قانونيه مش بطريقه قانونيه، اي شيء يعني. المهم التقمنص يحضر. بالنسبه لعبد الرحمن مجدي، عبد الرحمن مجدي لاعب نادي الاسماعيلي، عبد الرحمن مجدي تغيب عن تدريبات نادي الاسماعيلي بسبب مستحقاته المتاخره، وهنرجع تاني لنفس القصه. في فتره من الفترات كان رفع قضيه واشتكى بسبب مستحقاته وحواراته وبتاعه، وبعد كده تم دفع لي مستحقات وتنازل عن الشكوى وحوارات. يعني يبدو ان القصة مش هتنتهي غير لما زي ما بيقولوا بالبلدي يشيل ده من ده يرتاح ده عن ده. في النهاية شكرا على حسن متابعة حضراتكم، ودمتم في امان الله ورعايته، استغفرك ربي واتوب اليك، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله.